رسول الله وعلى أهل بيتك المظلومين، لعن الله الظالمين لكم سعادتي من الأولين والآخرين يا رحمة الله ويا يا باب نجاة الأمة مخاب من تمسك بكم وأمنا يا من لجأ إليكم فيا ليتنا كنا معكم فنفوز فوزا عظيما. وقفت على الدار التي كنتم بها وقفت على الدار التي كنتم بها فمغناكم من بعد معناكم قفر فأقلع آيات وقد أقلع آيات عنها السحاب ولم تجود ولا در من بعد الحسين لها در وجادت عليها من دموعي سحائب إلى أن تروا والبان بالدمع والصدر إلى أن تروا والبان بالدمع الصدر فعيناي كالخنساء تجري دموعها وقلبي شديد في محبتك صخر فذلي
بيت النبي فذلي بكم عز وفقري بكم غنى وعصري بكم يسر وكسري بكم جبر جل جلاله هم التين والزيتون والشفع والوتر مهابط وحي الله خزان علمه ميامين في أبياتهم نزل الذكر فلولاهم لم يخلق الله آدما ولا كان زيد في الأنام ولا يا عمرو ونوح بهم في الفلك لما دعا نجا وغيظ بهم طوفانه وقضي الأمر ولولاهم نار الخليل لما غدت سلاما وبردا وانتظى ذلك الجمر سيدي بكم اطفئت نار الخليل وصارت سلاما وبردا سيدي اما النار التي اشعلت في خيام الحسين في كربلاء لم تطفئ كأني بزينب وقفت بباب الخيمة تخاطب الحسين تارة تدعو أخاها هذا الملا عطية يجيب هالمعنى يقول زينب احتارت يا أم شابة وبالخيم نايا اي طلعنا ويا هالحري يا مصغار وكبار ما شاء الله والله زينا باحتارت يوم شبوا بالخيم نايا اي طلعنا ويا هالحري يا مصغار وكبار والله تصرخ بعال الصوت طايح وين يا حسين اي خضر انهتك وانت غياث المستغيث كأني بالحسين يجيب زينب ها يقل لا تكثري عتبي وانا جثة بلا راء ما شاء الله هذا العزاء لفاطمة الزهراء تنوح على كل أولادها لكن يبقى مصاب أبي عبد الله هو المصاب الأعظم على قلبها ولي لا تكثري عتبك وانا جثة بلا راء انا راسي قبالك والجسد بالخيل يندى يا زينب هذا جواب الحسين إلها يا الموالي الشيعي لا تقصر في معاونة الحسين بصوتك في هذا اليوم المبارك والله لا تكثري عتبك وانا يا جثة بلا انا راسي قبالك والجسد بالخيل يندى قصد الشريعة بل كذي تشوفين عباك
توجيه توجيه من الحسين يوجه زينب، وين تروحين يا زينب؟ هي باب الخيمة تنادي: أخي أبا عبد الله، إن كنت حيا فأدركنا، وإن كنت ميتا فأمرنا وأمرك إلى الله. ترى الحسين يوجهها يقول: زينب، إذا تريدين شيء توجهي نحو الكافل، نحو أبي الفاضل. والله يقول لك: قصد الشريعة بل جنيت شوفين عبا يقدر علي القوم ويسيل سافه البتا. والله صاح يا عباس دير العيد لينا، والله لينا يا حسين الذبح واحنا نسبي، يا حسين الذبح واحنا يا نسبي. او طلعت من كربلاء على الناقة كأني بها مرت على جسد الحسين، قالت: أيها الجمال، مهلا مهلا، أريد أن أودع أخي الحسين. توقف الجمال، كادت أن تلقي بنفسها من على الناقة إلى جسد أبي عبد الله. ناداها الإمام زين العابدين: عم عم ارحمي ضعف بدني وودعي أخاك من على الناقة. كأنما التزمت زينب وصارت تنادي: أخي، حجاب صوني في أمان الله، عز علي مصرانا وجسمك مودع. تقل ودعتك الله يا ذبيح الماء الشرب. اي اي زينب طالعة طالعة وانت تساعدها، بارك الله بكم. اي تقل ودعتك الله يا ذبيح الماء الشرب، انا عنك يا نور العين سافرت بيد اما. تخاطب تقول له: يا مقطع الاوصى، لو كانت على هواي انا ما فارقت جثتك يا سلطان المدينة. لما بعدت زينب عن جسد الحسين ونظرت كأني بها تعتذر، تقل اخويا لا تقول ما عندك برو، اخويا لا تقول ما عندك برو، ولا تقول ضيعت الاخو، اخويا يا تدري الشبر بيا الزو، اخويا لا تقول ابو علي لا تقول ما عندك مروة، ولا تقول ضيعت الاخو، اخو يا تدري الشبر بيا يا سوى سوى. والله صعب هذا الخبر، والله سوى يا انا صوت علم تهني تلو. يا صوت علم تهني وإنا إليه راجعون، لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون، والعاقبة للمتقين.
إمامنا الجواد سلام الله عليه تميز من ناحية العمر عن سائر الأئمة، يعني تقلد الإمامة في سن 7 من عمره، واستشهد صلوات الله وسلامه عليه في ريعان الشباب ابن 25 عام. الإمام الجواد محمد بن علي الرضا سلام الله عليهما ولد بالمدينة المنورة في مدينة جده، وترعرع في بدايته، ثم انتقل بمرحلة من المراحل إلى أبيه الإمام علي بن موسى الرضا في ختام حياة الإمام. وهذا الانتقال لم يكن انتقالا طبيعيا، بمعنى أن الإمام الجواد كان ينتقل بكرامة لحاجة ما بطي الأرض إلى أبيه الإمام الرضا إلى خراسان، ثم يعود إلى المدينة، إلى أن بلغ الإمام من العمر 7 سنوات. يقول أبو الصلت الهروي: بينما أنا في دار الإمام الرضا في خراسان بطوس، وقد دس المأمون إلى الإمام الرضا السم، وقال لي الإمام: يا أبو الصلت، غلق الأبواب، لا يدخل علينا أحد في الدار. يقول أبو الصلت: أنا واقف وغلقت الأبواب، والإمام الرضا دخل إلى الحجرة يجود بنفسه، يبكي يجود بنفسه من شدة السم التي وقعت عليه. لكن الغريب أن الإمام الرضا يبكي، هذا البكاء أبو الصلت الهروي يقول: أنا لا أعرف سبب البكاء، ليش يبكي الإمام الرضا؟ يقول: أنا واقف لا أدري ما أصنع، الإمام منعني أن أدخل عليه أحد ونفتح الأبواب، وهو الآن من شدة السم يجود بنفسه، وأنا واقف أضرب بيدي على الأخرى وقد غلقت الأبواب. وإذا بشاب غلام من أشبه الناس بالإمام الرضا قد دخل الدار. نظرت إليه قلت: عجيب أيها الشاب، كيف دخلت الدار وأنا غلقت الأبواب من كل ناحية، وهي الأبواب ما زالت مغلقة، الأبواب موصدة، وأنت كيف دخلت الدار؟ يقول: التفت إلي بحزم وقال: يا أبا الصلت، الذي جاء بي من المدينة إلى هنا بطي الأرض أدخلني الباب، يا أبا الصلت، أنا إمامك محمد الجواد. يقول: انحنيت على يديه ودخل الإمام إلى أبيه الإمام الرضا، فلما رأى أباه ورآه الإمام الرضا قال: ولدي، أين كنت عن أبيك؟ وإن كنت غايب؟ فقال: يا أبا، هذه وصلتي من المدينة، هاي وصولي من المدينة إليك. قال: ولدي، ارفع هذا الفراش عن الأرض واكشف لي التراب. شوف الإمام الرضا وين يأخذك، الأئمة على ماذا يركزون، على أي قضية من القضايا يريدون للشيعة أن ينتموا، ويريدون للشيعة وللزوار وللأحباب أن يفعلوا أي قضية. قال: ولدي، ارفع الفراش عن الأرض. رفع الإمام الجواد الفراش عن الأرض وكشف له عن التراب. الإمام الرضا على فراشه قال: ولدي، أنزلني أنزلني، أعني كي أنزل إلى التراب. وإذا بالإمام الرضا نزل من على فراشه إلى التراب، إلى الأرض، وأخذ شيئا من التراب وجمعه هكذا، ونام الإمام الرضا على التراب ووضع خده على التراب ودموعه تجري، ما زالت جارية. التفت الإمام الجواد قال: أبا، لما تصنع هكذا نور عيني، أنت مسموم مريض. قال: ولدي، أريد أن أواسي جدك الحسين في مثل هذا اليوم. يعني في لحظة شهادة الإمام الرضا وتلك المعاناة والمأساة، الإمام الرضا يقول: ولدي محمد، أريد أن أواسي جدك الحسين في مثل هذه الساعة. يعني الحسين في قلوب الأئمة، الإمام الرضا اللي كان يفعل قضية، مو يوم من الأيام دعا دعبل بن علي الخزاعي وقال: يا دعبل، أسمعني شيئا بجدي الحسين. قال: عندي قصيدة سيدي نظمتها. قام الإمام ضرب سترا لعياله ونسائه، أجلسهن خلف الستار وقال: يا دعبل اقرأ. راح دعبل يقرأ: مدارس آيات خلت
من تلاوة ومهبط وحي مقفر العرصات لآل رسول الله بالخيف من منى وبالركن والتعريف والجمرات ديار علي والحسين وجعفر وحمزة والسجاد ذي الثفنات إلى أن قال أفاطم لو خلت الحسين مجددا وقد مات عطشانا بشط فراتي إذا للطمت الخد فاطم عنده وأجريت دمع العين في الوجنات أفاطم قومي يا ابنة الخير واندبي نجوم سماوات بأرض فلات يقول الدعب سمعت امرأة تنادي وولدا وحبيبا وحسينا قلت سيدي من هذه الامرأة التي تأخذ مكانة الزهراء وتنادي وولدا قال يا دعب الله عليك هذه جدتي فاطمة قد حضرت لتجديد العزاء يلا يا الموالي كأني بها تقول من الوالدة من الوالدة يا والله من الوالدة والقلب لهفان أنا لهفان ودور عزبني وين ما والله من الوالدة والقلب لا ما شاء الله والله لهفا عيان ودور عزبني وين مات انا اسعدني على ابن المات والله عطشان انا عطشان ولعبت عليه الخيل والله الخيل مادى ولعبت عليه الخيل مادى شايفين الحالة الإمام الرضا يفعل قضية الحسين في كل مفاصل حياته عند الموت يقول له الإمام الجواد أبا لما تصنع هكذا ليش تجعل خدك على التراب هاي الدمعة بعين الإمام الرضا كانت على الحسين لما تصنع هكذا قال ولدي أريد أن أواسي جدك الحسين في كربلاء الأئمة فعلوا قضية الحسين حتى عند موتهم الإمام الصادق لما أحرق المنصور الدوانيقي عليه الدار عبر عامله على المدينة أطفأ النار وجلس باكيا يسأله أحد أصحابه سيدي أمن جرأة القوم عليكم تبكون أهل البيت وهل منهم بأول مرة قال لا يا أبا حمزة أنا لا أبكي لجرأة القوم علينا وليست منهم بأول مرة ولكن يا أبا حمزة لما أخذت النار ما في الدهليز وتصايحت العلويات داخل الدار وشفت خوف بنات رسول الله والنساء هذا وأنا معهن وقمت وأطفأت النار عنهن لكن تذكرت نساء جد الحسين وعماتي وأخواتي يوم كربلاء لما أخذت النار بالخيام وفررنا من خيمة إلى خيمة ومن خباء إلى خباء وليس معهن
معهن من حماتهن أحد ولها من رجالهن ولي. نعم زينب أقبلت إلى خيمة الإمام زين العابدين، أخذت برأسه تركته في حجرها، قالت يا بقية الماضين ويا ثمال الباقين، أنت الحجة وأنت الإمام، بين لنا ما نصنع. فتح العليل عينيه في وجهها وقال عم زينب عليكن بالفرار، وليفتر الخوات حسين من خامة لعد خامة، أنا كل خامة تشب بنار ضرا ضربا الهيب، والله ويان راح ويان ما مش بالعرب شيمة، انا والسجاد جو سحبوه ودمع على الوجه نسالة. الله اكبر. هاي الحالات الكبرى التي كان يفعلها اهل البيت. امامنا الجواد صلوات الله وسلامه عليه بعد سن 7 من العمر، ايها الموالون الاحباب، بعد سن 7 وشهادة الامام الرضا صلوات الله وسلامه عليه، المأمون نجا من القضية أو الخطأ الأكبر الذي اعتبره بنو العباس خطأ وقع به المأمون، وهو تنصيب الإمام الرضا وليا للعهد، لأن فيها لون من ألوان الخطر. في أي لحظة إذا يموت المأمون يصير الإمام الرضا هو الحاكم لأنه ولي العهد. فلما تخلص من الإمام الرضا فكر المأمون أن يجعل الإمام الجواد ابن 7 سنوات في كنفه وتحت رعايته ويربيه فينشئه حسب ما يشاء. يتصور أن الإمام ممكن أن يزرع، أو أن الإمام ممكن أن يسير بطريقة التربية، إلا أنه باعتقادنا الإمام إمام، ابن يوم أو ابن 70 سنة لا فرق، لا بالعلم ولا بالتوجه ولا بالأداء ولا بالفكر، لأن علوم أهل البيت علم لدني لدني. يعني الإمام علي مثلا يقول همس أو أوعز رسول الله صلى الله عليه وآله في أذني فعلمني 1000 باب من العلم، يفتح لي من كل باب 1000 باب، يعني 1000000، لأن 1000000 كلمة أجنبية، يفتح لي من كل باب 1000000 باب. فعلمهم لدني، يعني علمهم هكذا، الله يعطيهم العلم هكذا فيصبحوا علماء، وإلا لا يحتاجون إلى التعلم والكسب والتجارب. فالعمر لا يزيدهم علما، وكثرة العمر والكبر لا يزيدهم تجارب في الحياة، فهم يتميزون بالكمال في علومهم. ففكر المأمون أن يجعل الجواد في كنفه ويربيه، فأول خطوة اعتمدها المأمون أن يزوج الإمام الجواد بابنته أم الفضل، اسمها زينب أم الفضل، لكانت بنت المأمون. الإمام الجواد 7 سنوات، تدخل بنو العباس ورفضوا، قالوا إحنا نرفض، هذا ابن بني هاشم وابن علي وفاطمة، وقد علمت عداؤهم لنا وعداؤنا لهم، وما أن انتهينا من مشكلة ولاية العهد لأبيه حتى تزوجه ابنتك فهي فيها خطورة، لعلك لا تدري ماذا تصنع. المأمون قال إني أصنع حسن الرأي. قالوا طيب على الأقل علمه، أدبه عند أحد العلماء، خليه يتفقه يتعلم حتى إذا كبر أو نتج عنه الفقه والعلم عند ذلك زوجه. فقال هو عالم فقيه. قالوا وكيف وأن له ذلك؟ قال اختبروه. قالوا لنا ذلك. فجابوا علماء وجمعوا علماء وكذا، وعلى رأسهم أحد القضاة اللي كان في بغداد يومها يحيى ابن أكثم، وابتدأوا في مناظرة مع الإمام. الإمام سلام الله عليه استطاع أن يكسر هؤلاء العلماء ابن 7 سنوات ويفند مسألة الحج التي استند إليها المسلمون جميعا شيعة وغير شيعة في الفقه على مسألة الإمام الجواد سلام الله عليه وهو ابن 7 سنوات. بارك الله بكم، صلوا على محمد وآل محمد، استقبالا لسماحة الدكتور الخطيب الشيخ علي السماوي، بارك الله. فكان الإمام
الرضا. فكان الإمام الجواد سلام الله عليه ابن 7 سنوات وضع هذه القواعد الكبرى التي يعني يرجع إليها المسلمون في فقههم وفي أحكامهم. وبعد ذلك لما يعتبر المأمون هنا انتصر على عائلته على بني العباس، قرر أن يزوج الإمام الجواد أو ابنته أم الفضل للإمام الجواد. فسأله، قام الإمام خطب سلام الله عليه خطبة بين فيها حلال الله وحرامه وأحكامه، ثم بعد ذلك جعل صداق أم الفضل كمهر فاطمة الزهراء. وبعدين أعلن المأمون الفرح وأعلن ووزع الهدايا على الناس وعلى الفقراء، حتى يقال أنه ما دخل أحد إلى قصر المأمون إلا وخرج وقد استغنى من كثرة الهدايا التي وزعها. طبعا الإمام ابن 7 سنوات يعني فضل رسول الله على ما تهيئ للخروج علينا. الإمام قال والله ما فعلت هذا أبدا. المعتصم قال بلى وعندي شهود، أحضر الوزراء. شهدوا قالوا بلى، إن وجدنا هذه الكتب مع غلمانك وأنت تجمع المال والسلاح لتهيئ لانقلاب على حكومة بني العباس. الإمام الجواد جالس في أبو أو بهو هكذا وهم جالسين حوله، رفع يديه إلى الله قال اللهم إن كانوا كذبوا فخذهم. هالكلمة هذه يقول والله، وإذا بالبهو ماج بهم كأنه سفينة في لجج البحار، وكلما وقف قام أحد سقط على وجهه ميتا، حتى وصلت النوبة إلى المعتصم فخاف المعتصم وقال سيدي والله إني أنا تائب إلى الله وأعتذر بين يديك على أن تسكن ما بنا. فرفع يديه الإمام إلى الله وقال اللهم إنك تعلم أنهم أعداؤك وأعدائي، اللهم بحقي سكن ما بهم من رجفة. يقول ما إن نطق الإمام حتى سكن البهو وسكن ما بهم من رجفة. فالإمام الجواد الله فالمعتصم دائما كان يحاول قتل الإمام الجواد صلوات الله وسلامه عليه، وكان الله سبحانه وتعالى ينجيه من كيد الظالمين. ودائما الإمام الجواد كان يفعل بعض القضايا في حياته. صور الإمام يوم من الأيام، الإمام الجواد كان أقل من 4 سنوات عمره، أقل أبو جعفر أقل من 4 سنوات، دخل على الإمام الرضا سلام الله عليه. شوفوا الإمام الجواد يطلب منك حتى في يوم شهادته يريد أن يأخذك إلى أماكن أخرى، يدخل على الإمام الرضا أقل من 4 سنوات، يضرب بيده على الأرض ثم ينظر إلى السماء ويطيل التفكر. الإمام 4 سنوات. يقول الإمام الرضا جالس مجموعة من الناس عند الإمام الرضا، دخل الإمام الجواد عمره أقل من 4، لاحظ المعنى، أقل من 4 سنوات. لما وصل كلهم التفتوا إليه، ضرب بيده على الأرض. تصور محضر عام في حضرة الإمام الرضا وعنده ضيوف، دخل أبو جعفر أقل من 4 سنوات ضرب بيده على الأرض ثم نظر إلى السماء وصار يتأمل ويتفكر. الإمام الرضا التفت إليه قال بنفسي بما طال فكرك، اسمع، قال بنفسي بما طال فكرك ولدي، لما تصنع هكذا، بما طال تأملك وفكرك؟ قال يا أبا بما صنع بجدة الزهراء. 4 سنوات يقول بما صنع بجدتي فاطمة، أنا أتأمل أتفكر كيف تجرأ القوم عليها، أنا أتفكر بما صنع بجدتي فاطمة. الإمام الجواد ما ينسى الزهراء، روحي لها الفداء، يوم سقطت بين الجدار وبين الباب كأني بها تخاطب أباها تقول له يا أبويا رحت للباب لكن ما علي حجاب يا أبويا.
انا رحت للباب لكن ما علي حجاب، انا حسبي الرجز من لذت خلف ال... يا ابو يا عصرني عصرني. احنا عند الجواد لو يسمع عند الجواد لو يسمع هذه الكلمة الامام الجواد شي يصير بقلبه صلوات الله وسلامه عليه. تقول له يا 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 ابا عصرني يا 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 واسقط المحسن، انا وصدر انعاب وكسر ضلع وجنيني ايزد من وكسر ضلع وجنيني يا سيد من نعم. هذه الزهراء التي كسرت قلب الإمام الجواد وهو ابن 4 سنوات، الزهراء ماتت شابة والإمام الجواد واسى جدته وقضى نحبه شابا. كأني بفاطمة تجيبها الطار تخاطب ولدها الإمام صاحب العصر والزمان. ليش؟ لأن الإمام على قيد الحياة. إذا الزهراء تخاطب ولدها المهدي وتقول له يا ولدي متى تنهض، اسمع هالحوار بين فاطمة وبين صاحب الزمان. تقول له يا مهدي مولج الضلع ولاه الخد يا الملطوم، أريدك تأخذ بثاراك من اللي ذبحوا المظلوم. أنا حرارة قلبي ما تبرود ولا اللطمة على خدي وكسر الضلع ما تهدى ولا يفطر ألم كبدي. والله إلا بطلعتك يا ابني لأخذ الثار يا المهدي. أنا كل ما أذكر مصابي علي تحاذفت لحموم. تقول لو إذا بتقوم يا المهدي لكسرت ضلع والعصر مصاب نسيته يا ولادي لجل من ضلع على الغبر. تقول لو إذا بتقوم يا المهدي لكسرت ضلع والعصر مصاب نسيته يا ولادي لجل من ضلع على الغبر. أنا أريد تاخذ بثارات من حز الشمير نحره شال فوق سنان او جسمه تغسل بالدموع بعد بعيد. تقول لو اذا الغايب بقلبك اثر حق نار مسماري ومن نفعال عدوانك وطبطهم وسط داري. انا اريدك يا ابن ثار حسين تاخذ من قبول ثاري، انا مظلومة بس حسين ما مثل احد مظلوم. ايه الامام الجواد اخذنا الى الزهراء اليوم ما ادري. الله يبكي على أمه فاطمة الزهراء اللي وقفت عند قبر أبيها أخذت شيء من تراب القبر شمته ثم نادت ماذا على من شام تربة أحمد ألا يشم مدى الزمان غواليا. صبت علي مصائب لو أنها صبت على الأيام صرنا ليالي. تقل لقومك يا يابا مارعوني وخلاف عينك مرمروني. أنا ومن البتش عليك منعوني وبرا المدينة طلعوني. الإمام الجواد يبكي على الزهراء.
الزهراء تبكي على الإمام الجواد وهو ابنها. نعم نعم الله يرحمك يا ابن فايز. يجيب هالأبيات يقول كأني بالزهراء تخاطب الشيعة تقول لا تحسبوني أنا ما أبكي على أولادي وفقط على الحسين. صحيح مصاب الحسين أعظم، لكن يجيب هالأبيات بلسان الحال يقولها لا تحسبوني، هي الزهراء تخاطب، لا تحسبوني للرضا يا فطوس ما جئت ولا إلى بغداد ما رحت وتعنى، كلهم عليهم نوحيت والجيب شقيت، أنا البعيد منهم والذي مني قريب. بعد تقول منهم بسامرة، أولي على سامرة، منهم بسامرة أو منهم في خراسة، منهم بريض طيبة ومنهم برض كوفة. أنا وأصعب علي مصيبة المذبوح عطشاء، يا حسين وأنا اللي يساعدني على حسين، والله صح أنا ربيتهم وتعبت بيهم. نعم نعم يا الموالي. ثم قرر المعتصم بعدما اتفق مع زوجة الإمام أم الفضل أن يدس السم لإمامنا الجواد، وكان إمامنا الجواد سلام الله عليه في ذلك اليوم صائما، وكان يوما يوم شديد الحر، وإذا بالإمام الجواد عاد إلى الدار، وكان من عادته أن يشرب عند إفطاره شيئا من حامض الأترج، فصنعت له كأسا أو كوبا من ذلك ووضعت له فيه السم. فلما دخل إمامنا إلى الدار قدمت له هذا الإناء، أخذ الإمام الإناء وكان عطشا من شدة الحر في يوم الصيام هذا، وضع ذلك الإناء على فمه وأداره وشرب. بمجرد أن انتهى إمامنا وإذا به يشعر أن أمعاءه تتقطع كأن بها سكاكين تقطع وكأنما ينشر بالمناشير، عند ذلك نظر إليها قال قتلتني قتلك الله وبعث لك عيبا لا يستر وفقرا لا يجبر. فغضبت وهي الملعونة وخرجت من الدار وأخرجت كل الخدم وكل العبيد من دار الإمام، يعني الإمام في حجرة، فأغلقت على الإمام باب الحجرة. ثم بعد ذلك أخرجت العبيد والخدم من الدار وأقفلت باب الدار، تركت الإمام وحيدا فريدا في داره وهو يعاني ويعالج أثر السم. فصار الإمام يطلب الماء فلا يجد ماء، يستسقي فلا يسقى، ينادي يا فلان ويا فلانة فلا يجد أحد. أي وضع الإمام في حالة كأنما هو غريب، لا ماء فيسقى ولا أحد فيعينه. أي رحم الله من نادى وإماما وسيدا وجوادا. قام الإمام وكان هناك مجال أن يصعد من حجرته المقفل بابها إلى سطح الدار، صعد الإمام إلى سطح الدار لعله يستطيع أن ينادي أحد أو يخبر أحد، لكنه وقف على سطح الدار ما استطاع أن يسند طوله، صار يسند
يميل إلى الجهة اليمنى وإلى الجهة اليسرى، وكان على السطح فراش فسقط إمامنا على ذلك الفراش. أي رحم الله من نادى وإمامك، كما مال إمامنا الجواد وسقط، كذلك جده الحسين في كربلاء كان يميل على متن الجواد لما أتاه السهم المسموم المثلث الذي له ثلاث شعب، فالإمام الحسين انتزع ذلك السهم من موضعه، انبعث الدم كالميزاب، فما استطاع البقاء على متن الجواد، مال إلى الجهة اليمنى ليسقط، مال الجواد معه، مال إلى الجهة اليسرى ليسقط، مال الجواد معه. عند ذلك قال الحسين: يا جواد، لا أستطيع البقاء على ظهرك، دعني أسقط على وجه الأرض. كأنما هذا الجواد فهم كلام أبي عبد الله، مد الفرس يديه ورجليه وألصق بطنه على وجه الأرض، وأنزل الحسين برفق ولي. نزل الحسين على التراب الحار من أشعة الشمس، نعم، صار يقبض يمينا يمد يسارا. إمامنا الجواد على سطح داره صار يتقلب يمينا يسارا يناجي ربه، والحسين على رمضاء كربلاء يتقلب يمينا يسارا يناجي ربه، يقول: إلهي، تركت الخلق طرا في هواك، وأيتمت العيال لكي أراك، فلو قطعتني بالحب إربا لما مال الفؤاد إلى سواك. إلهي، هذه رجالي في رضاك ذبائح. عند ذلك الإمام صار ينادي، رواية ينادي العطش الإمام الجواد، أقول صار على سطح داره ينادي العطش العطش، الماء الماء، فلا يجاب ولا يسقى. نعم، الحسين أيضا في كربلاء كان ينادي: يا قوم، اسقوني غرفة من الماء، فقد تفتت كبدي من الظما. أجابوه: يا حسين، لن تذوق الماء حتى ترد الحامية فتشرب من حميمها. يقول نافع ابن هلال، غير هلال ابن نافع اللي كان مع الحسين، يقول نافع ابن هلال: أنا أخذت ركوة لما سمعت صوت الحسين يقول اسقوني الماء، انكسر قلبي. أخذت ركوة ومضيت إلى النهر، ملأتها وقلت أسق الحسين حتى لو مهما جرى. ما الحسين دقائق ويموت، خليني أسقيه الماء قبل الموت. يقول: رجعت إلى مصرع الحسين بعدما ملأت الركوة، وإذا بالشمر اللعين طالع من مصرع الحسين، فنظر إلي وقال: أين تريد يا نافع؟ قلت: سمعت الحسين ينادي العطش فأحببت أن أسقيه الماء قبل الموت. فقال: يا نافع، عد من حيث أتيت، فإني قد سقيت الحسين. فقلت: يا شمر، ويلك، وكيف سقيت الحسين؟ فمد يده إلى خرجه وأخرج رأسا مقطوعا. أي رحم الله من نادى وإماما. وسيدا وحسينا وجوادا، وقال: هكذا سقيت الحسين يا نافع. عند ذلك أيها الأحبة، إمامنا الجواد على فراشه مد رجليه ويديه وشهق شهقا، وفاضت روحه الطاهرة. أي رحم الله من نادى وإماما، وجوادا وسيدا. يا
ليست المصيبة هنا، إنما بقي الإمام على فراشه 3 أيام تحت أشعة الشمس، 3 أيام لم يعرف الشيعة بما جرى على الإمام الجواد. يقال لما علم الشيعة بما جرى على الإمام الجواد اجتمعوا حول الدار. في رواية وردت بأن المعتصم العباسي لما علم بما جرى على الإمام منع الشيعة من الوصول إلى جسد الإمام ودفنه، وأرسل بعض الجنود، وهذا الخبر ما أدري إذا أقرأ على المنبر لصعوبة الخبر، يقول بعث الجنود وقال القوا بجسد محمد الجواد من على سطح داره إلى الأرض. أي أين المنادي وإماما وسيدا؟ حتى تكسرت أضلاع الإمام. لذا أقول لك شبيه جدته فاطمة، فاطمة كسروا ضلعها والإمام كسروا أضلاعه. يقول الراوي بأن إمامنا علي الهادي الله عليه ابن الجواد كان هذه الأثناء بالمدينة، وكان جالس وإلى جانبه أحد أصحابه يقال له أبو زكريا، وكان يتحدث مع الإمام بشكل عادي، وإذا بالإمام انفجر بالبكاء والعويل وصار يبكي ويضرب على رأسه. التفت إليه أبو زكريا وقال سيدي ما الذي جرى؟ احنا جالسين ليش تبكي؟ يقول قام الإمام الهادي ودخل إلى الدار، وإذا بالعائلة اجتمعت. دخل الإمام الهادي إلى الدار والجميع ينظرون إلى دمعة الإمام ليش يبكي، وإذا بالإمام قال والله الساعة توفي ومات أبي الإمام الجواد. ارتفع الصوت داخل الدار وكل ينادي وإماما ومحمدا. الله أكبر على هذه الحالة. ثم خرج الإمام من الدار والناس ينتظرون الإمام. لعل أبو زكريا أخبر الناس ببكاء الإمام وسماع الأصوات من داخل الدار. خرج إمامنا علي الهادي من باب الدار والناس ينتظرونه، ثم وقف وقال أيها الناس إنا لله وإنا إليه راجعون، لا حول ولا قوة إلا بالله. الناس منقبضة قلوبها ما يدرون ما الخبر، ليش الإمام هكذا يتكلم، ليش الإمام يبكي، ما الخبر المفاجئ. الله أكبر. يقول إنا لله وإنا إليه راجعون، لا حول ولا قوة إلا بالله. أيها الناس آجركم الله، الساعة مات أبي الإمام الجواد في بغداد مسموما مقتولا غريبا وحيدا. سأله أبو زكريا قال سيدي وكيف عرفت، اسمع اسمع هالسؤال، قال سيدي وكيف عرفت بأن الإمام الجواد قد قضى؟ قال لما دخلني من جلال الله وهيبته ما لم يكن قد دخلني من قبل، فعلمت بأن أبي قد قضى. أقول ساعد الله قلبك سيدي يا أبا الحسن يا علي بن محمد الهادي، أن العلامة كانت أنه دخلك من جلال الله وهيبته ما لم يدخلك من قابل. إذن سيدي جدك الإمام زين العابدين في كربلاء، ما العلامة التي عرف بها قتل الحسين؟ تدري ماذا؟ وإذا بالإمام سلام الله عليه
جاءت إليه زينب قال عم ارفعي طرف الخيمة. رفعت زينب طرف الخيمة نظر إلى السماء قد اسودت، نظر إلى الهواء تغير، إلى الطبيعة تغيرت، نادى عم عم والله لقد قتل أبي الحسين. قامت زينب أقبلت تجر أذيالها إلى مصرع أبي عبد الله، وقفت عنده رفعت يديها وقالت اللهم تقبل منا هذا القربان فداء لوجهك الكريم. الله أكبر. يقال المعتصم منع الشيعة من أن يأخذوا جسد الإمام يغسلوه يكفنوه، ممنوع. الإمام الهادي جاء بطي الأرض من المدينة إلى بغداد ومنع المعتصم أحد أن يستلم الجسد. الشيعة اتخذوا موقف حازم، قالوا والله إحنا مستعدين على الموت هالمرة أو نأخذ جسد إمامنا. فالمعتصم لما شاف جدية الشيعة قال اعطوهم الجسد. أخذ الشيعة الجسد، الإمام الهادي غسل أباه كفن أباه، غسل الإمام الجواد وكفن الإمام الجواد. أقول كل الأئمة غسلوا وكفنوا إلا الحسين دفن بلا غسل ولا كفن. ليس الغريب غريب الأهل والوطن، إن الغريب غريب الغسل والكفن. نعم نعم، الحسين لم يكفن، الحسين بقي 3 أيام. الإمام الجواد كفنوه وغسلوه وحنطوه وحملت جنازته، وأقبل الشيعة يحفون بنعشه من كل ناحية وصوب ومكان. بارك الله بكم يا أحبتي، هذا نعش إمامكم قد أقبل. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر. رحم الله من نادى وإماما وجوادا. رحم الله من نادى وإماما. على حالكم، بارك الله بكم، على حالكم. جواد الأئمة، جواد الأئمة، جواد الأئمة، جواد الأئمة، حبيب الأئمة، حبيب الأئمة.